الخامسة ونصف من القناة الوطنية الأولى، أهلا بكم مشاهدينا إلى هذا الموعد الإخباري، ونشير في بدايته أنه بإمكانكم متابعتنا مباشرة على بوابة التلفزة التونسية أو عن طريق اليوتيوب وطنية ريبلاي، ونبدأ النشر بأبرز عناوينها. بكالوريا التربية البدنية تنطلق وسط أجواء استعراضية واحتجاجات ضد وزير التربية في باجة. الفلاحة الجيوحرارية بجاب استاقة إنتاجية وتصديرية كبرى قابلة للتصدير لاستيعاب مزيد من اليد العاملة. اختتام مهرجان الشباب بالقسرين، الفن والفعل الثقافي في مواجهة الإرهاب والتطرف. مرحبا مجددا. مثل الوضع العام بالبلاد التونسية وعمل الحكومة فيما يتعلق بتأمين الموسم السياحي المقبل وبرنامج عمل الحكومة ككل في الفترة القادمة محور اللقاء الذي جمع اليوم رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي برئيس الحكومة يوسف الشاهد في قصر قرطاج. سيادة رئيس الجمهورية، الوضع العام في البلاد، الوضع الأمني، الوضع الاجتماعي ومتابعة للأوضاع بصفة عامة، أيضا استعدادات الموسم السياحي، موسم سياحي واعد، وانطلقنا في الأعداد لاستقبال السياح في تونس، واستعداد أيضا أمني في لتأمين الموسم السياحي، كذلك استعداد لشهر رمضان اللي هو على الأبواب. ثم أيضا أطلعت سيادة الرئيس الجمهورية على مدى تقدم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ومدى تقدم الإصلاحات وحوصلة لاختتام الأسبوع اللي قضاه صندوق النقد الدولي في تونس. كما علمت سيادة الرئيس الجمهورية ببرنامج عمل الحكومة للفترة القادمة، خصوصا الزيارات الميدانية التي سنقوم بها في الفترة القادمة إلى عدد من الولايات. كما التقى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي اليوم بقصر قرطاج الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، الذي صرح عقب اللقاء أن المصلحة الوطنية تقتضي ضرورة التشاور المعمق بين جميع الأطراف لإيجاد الحلول العملية الفعلية لمعضلة التشغيل وإعادة الأمل للشباب المعطل في مختلف ربوع البلاد، مضيفا أن اللقاء يندرج في إطار متابعة الوضع العام الاستثنائي الذي تمر به البلاد وتأثير الحركة السياسية الحالية على منسوب الاحتقان الاجتماعي في الجهات. طبيعي جدا لقاء اليوم مع سيادة رئيس الجمهورية يندرج في إطار الوضع العام الاستثنائي تمر به البلاد اليوم، والوضع السياسي خاصة واللي عنده تداعيات ومعناها على الوضع الاجتماعي والاحتقان الاجتماعي في عديد الجهات، وأنه اليوم لابد أن نكون بكنا معناها مسؤولين في إيجاد الحلول العملية الفعلية معناها بعيدة عن الحلول الترقيعية وزرع الأمل من جديد لشبابنا معناها المعطل، وهذا يتطلب اليوم تشاور معناها معمق قبل اتخاذ القرارات حتى تكون فاعلة وحتى تكون لدى الأثر الإيجابي لدى أبناء شعبنا في الجهات الحدودية. إذن تربويا الآن، يجتاز بداية من اليوم 125,034 تلميذا مترشحا للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا اختبار التربية البدنية الذي سيتواصل إلى غاية 29 من الشهر الجاري. اختبار سيدور في 151 مركز اختبار تطبيقي موزع على كامل المندوبيات الجهوية للتربية، وقد سجلت هذه الدورة الرئيسية تدخل وزارة التربية بصفة مباشرة في تأطير المترشحين لاختبار التربية البدنية على مستوى مضمون الاحتفالات الخاصة بهذا الاختبار، وذلك من أجل تحويلها إلى ظاهرة إيجابية وتفادي الانحرافات التي جدت في الدورات السابقة. وفي توزر استعدادات مميزة رافقت انطلاق اختبارات التربية البدنية فيما يعبر عنها بدخلة الباكسبور، تقليد ألفه التلاميذ كما الأولياء الذين يرافقون عادة أبنائهم للمشاركة أو لمشاركتهم الأجواء الاحتفالية وفي رمزية لتحفيزهم على النجاح والتألق. فالرصد التالي نتابع تفاصيل الاحتفالات.
استعدادات خاصة أو بما يسمى دخلة الباكسبور، تلك هي أجواء اليوم الأول من انطلاق امتحان الرياضة بالمعهد الثانوي أبو القاسم الشابي بتوزر. معلقات ضخمة زينت جدران المعهد وأهازيج وأغاني خاصة أعدها التلاميذ بهذه المناسبة. هذه ولا التقاليد عنا دخلة إن شاء الله مزيانة كما شفتوا. أنا سيكسيون تاع يعني مات تكنيك وبيان سور سيونس سيكسيون سيونتيفيك، تشاورنا في بعضنا باش معناها تعجب الناس وتطلع دخلة مزيانة. دخلة الباكسبور اعتبرها التلاميذ مناسبة أصبحت من تقاليدهم، قد تساهم في إعطائهم شحنة معنوية في انطلاق الامتحانات في أحسن الظروف. جو برا محليه و ان شاء الله بالتوفيق. كل مناسبة كما هكا ديما نتبعوا فيهم في الامتحانات، كأننا نعدوا احنا معاهم. الأولياء الكل تشوفيهم من هنا كل في حالة، معناها عايشين ستريس كبير على صغارنا، وان شاء الله يا ربي ربي ينجحهم الكل وربي يفرح التلامذة الكل، وان شاء الله الأولياء الكل ديما فرحانين يا ربي. المندوبية الجهوية للتربية بتوزر بدورها قامت باستعدادات خاصة لإنجاح هذا الموسم الدراسي لكافة المستويات. بالنسبة للإجراءات الجديدة ان شاء الله معناها صرح بها المدير العام للامتحانات، الاستدعاءات ان شاء الله سنة باش إضافة على الاستدعاء عندنا باش تكون حاملة لصورة التلميذ صورة جديدة للتعريف بهوية التلميذ، هذا الإجراء الجديد. كما أعلنت الإدارة العامة للامتحانات تمكن السيستم التلامذة على أساس امتياز آخر باش ياخذوا أسبوع آخر مراجعة. أكثر من 1500 تلميذ وتلميذة سيجتازون الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لهذه السنة بولاية توزر، دورة يأمل منها أن تحقق نتائج إيجابية ونسبة محترمة، خاصة بعد النتائج السلبية للموسم الدراسي للسنة الفارطة والتي احتلت فيها ولاية توزر مراتب متأخرة. إلى عاصمة الجنوب صفاقس في مواكبة أيضا لانطلاق فعاليات اختبارات التربية البدنية لتلاميذة البكالوريا، ولأجل فرحة التلاميذ سعت المندوبية الجهوية للتربية بصفاقس واحد إلى إنجاح هذا الموعد الهام عبر توفير مختلف الإمكانيات والوسائل. تحول ملعب 2 مارس بصفاقس إلى فضاء لامتحان التربية البدنية لتلاميذ البكالوريا، صور جماعية أجواء مختلفة وفي البال اختبار أول. سبب هي جو طاير و سبب الحمد لله ربي نجحنا. الحمد لله اليوم عدينا الباكسبور و سيتي بيان باسي وربي معنا ان شاء الله العقبه البرينسيبال. ما تنهار بحق ما يتعودش، باش الجو كل شيء تعبنا شويه بالطبيعه، قعدنا كي طايشين شويه ما يقلقش، معناتها الجو مع لي جون وكل شيء ينسي، معناتها نهار بحق ما يتعودش. كل شيء تعدى ممتاز، التلاميذات عندنا زاد راهم باهيين وعاقلين ووفرنا لهم ظروف النجاح الكل، الامن موجود، الصحه موجوده، الدخله نتاعهم عطرناها، تفرهدوا شيخوا في حدود المعقول وضمن اللياقه الاخلاقيه والبدنيه. امتحان التربيه البدنيه يعلن لتلاميذ البكالوريا انطلاق الامتحانات الوطنيه، تحضير لهذه المحطات وتوفير كل الامكانيات لاجراء مختلف الاختبارات في ظروف طيبه. المسار هذا ينطلق باختبارات التربية البدنية بعد الاختبارات التطبيقية اللي احنا على أتم الاستعداد، سواء تلامذتنا الموجودين في المعهد العمومية أو المعهد الخاصة، الاستدعاءات وصلت، اللجان شكلت، الأمور المسائل المادية واللوجستية على أتم الاستعداد، وإن شاء الله تدور في أحسن الظروف. اختبار التربية البدنية تميز هذا العام بتأطير ما يسمى بالدخلة من طرف وزارة التربية، والأهم في كل ذلك هو نجاح مختلف الامتحانات الوطنية والسعي الدائم للتميز. إذن بالتوفيق لجميع التلاميذ. قبلت صباح اليوم زيارة وزير التربية ناجي جلول المبرمجة لمدينة باجة بالرفض والاستنكار من طرف نقابي قطاع التعليم الأساسي والثانوي والمربين، حيث نظموا وقفة احتجاجية طلبوا فيها ناجي جلول بالاستقالة. على إثر زيارة وزير التربية التي كانت مقررة لولاية باجة لافتتاح فعاليات امتحانات البكالوريا في مادة التربية البدنية، نظمت الهياكل النقابية لقطاعي التعليم الأساسي والثانوي بالجهة وقفة احتجاجية أمام الملعب الأولمبي بباجة. اعتبرها الزيارة استعراضية واستفزازية، ونحن تقريبا من أخطائها المتتابعة طيلة هذه السنة حافظنا على مواصلة السنة الدراسية بأمان، والآن يصر هو على إرباك الامتحان الوطني في مادة الرياضة من خلال هذه الزيارات التي لا نرحب بها في باجة. والجهة تتخبط في العديد من المشاكل، سواء من حيث البنية التحتية، سواء من حيث النتائج المدنية لتلمذتنا في الامتحانات الوطنية. نحب نسأل ناية هالزيارات شنو الجدوى منها؟ ذي أهم أسباب الوقفة الاحتجاجية هي الزيارة المعلنة واللي سمعنا بها
من وزير التربية لمدينة باجة. الشعارات اللي ترفعت اللي لم يعد مرحب بهذا الوزير، استقيل أحسن حل، وجنب القطاع وجنب المربين وجنب الأولياء وجنب التلاميذ كل هذا الكم الهائل من الاحتقان. زيارة ندد عدد من المربين بها حيث اعتبروها استفزازية ومن شأنها أن تشل السير العادي للدروس وتربك الامتحان الوطني لمادة الرياضة بالجهة. هذه الوقفة الاحتجاجية هي رسالة شديدة اللهجة إلى السيد وزير التربية ناجي جلول. هذا وقد رافق هذه الوقفة الاحتجاجية تعليق للدروس من 8 صباحا إلى 10 بكافة المؤسسات التربوية بمدينة باجة. العمل على تأسيس فضاء تربوي يحث على قيم المواطنة والحس المدني مثل محور ورشة تكوينية للقيمين الداخليين حول التربية على المواطنة احتضنتها مدينة سوسة. الورشة نظمها ديوان الخدمات المدرسية بالتعاون مع منظمة فريدريش إبيريت. 56 قيما شاركوا في ورشة تكوينية من أجل تعزيز قدراتهم وفي إطار مشروع يخرج بالمبيت من صورته النمطية إلى فضاء حياة يكتسب فيه التلميذ حس المواطنة وقيم الانتماء والانضباط. معناتها التلميذ احنا كيف تدربنا في الدورة هذه، التلميذ ما احناش باش نعطيوه حوايج جاهزة، احنا باش نستقطبوه باش نخليوه هو يشارك، باش نخليوه هو يعطي مبادرات من عنده هو. مكان العمل هو القسم الداخلي، نحن في التساق دائم مع التلميذ، فرصة هذية باش تخلينا نساهموا في تفعيل وتنمية قدرات التلميذ. ورشة حول التربية على المواطنة نظمها ديوان الخدمات المدرسية بالتعاون مع منظمة فريدريش إبرت من أجل تكوين سلك قيمي الأقسام الداخلية لتأطير تلاميذ المبيتات. هي دورة تكوينية هدفها تنمية الكفاءات وخلق فضاء للمواطنة وترنو إلى أن يتمكن التلاميذ من الوعي بمواطنتهم. من بين الأهداف الأساسية لديوان الخدمات المدرسية هو مرافقة وتأطير تلاميذ المبيتات وتكوينهم على مبادئ أساسية لتكوين هذه الشخصية، منها كيفية العيش معا، التسامح، احترام الآخر، احترام الاختلاف. وزير التربية ناجي جلول أكد على حق التلميذ في مدرسة ذات جودة ودور الأسرة التربوية الموسعة ولا سيما القيمين في الإحاطة بالتلميذ. مواطنة ممارسة، تعلم الصغير ممارس، وأول شيء مش نعلموه المواطنة وهو الانضباط. الحياة المدرسية تعتمد على القيم، خاطر القيم يمارس الصغير ويمارس النشاطات ويمارس الانترنا ويمارس الوعد، وغيبناه على الأقل مثلا في مسألة التكوين. واليوم القيم كان حبوا نرجعوا حياة مدرسية اللي هي هذيك هي المدرسة، لازم القيم ترجع له مكانته. نواة أولى لقيمين داخليين يحيطون بالتلميذ في فضاء للخدمات وللتربية على قيم المواطنة. حالة من الغليان في صفوف أصحاب سيارات الأجرة تاكسية بإصفاقس، وضع ترجم اليوم بإضراب شمل عدة مناطق بالجهة، وقد طالب المحتجون بعديد المطالب المهنية والهيكلية. تنفيذا لإضراب دعا إليه المهنيون، تجمع أصحاب سيارات الأجرة الفردية بإصفاقس في أماكن مختلفة من المدينة، وذلك حتى ليساهموا في تعطيل حركة المرور على حد قولهم. ويأتي هذا الإضراب على خلفية وفاة زميل لهم بعد أن حرق نفسه بسبب محضر حرر ضده. المحضر جبهي ملفق. أول حاجة احنا عنا استثناء منشور من وزير النقل لسيد وزير الداخلية بعدم تحرير محاضر في إدخال تغيير الجوارير للسيارة. احنا بالنسبة للبطاقة الرمادية متاعنا تنص كونها إيسونس. ما دام عنا احنا الاستثناء دونك ما يعمليش محضر فينيت غاز، عدم خلاص الغاز، خاطر ما يصيرش الشيء هذا. يعني دولة ما تحبش تستعرف بالغاز وتجبرني باش انا نخلص معلوم الغاز. مخالفات على سيجارو وبخلاف على اللبسة، بخلاف على اللحية، احنا ما عليش ضد القانون، احنا ماذا بينا القطاع نتاعنا يتنظم ونكونوا فهمتني، اما ثم نحسوا ثم
كل البغض علينا كقطاع تاكسيات. احتجاجات أصحاب سيارات الأجرة الفردية تتالت في الآونة الأخيرة لتصل إلى حد إضراب اليوم، غير أن الوضع مرشح للتصعيد في صورة عدم التوصل إلى حل. احنا تو ثم جلسة في وزارة النقل، رئيس غرفة الوطنية وأعضاء من الغرف الجهوية مش يرون حل في الموضوع هذا، وقررت على ضوء هذا الموضوع احنا يا نصعدوا وتصعيد يا مش نوقفوا الاضراب. اضراب سيارات الاجره في صفاقس دفع جزءا كبيرا من المواطنين الى اللجوء الى خدمات الشركه الجهويه للنقل، وهم الذين اعتادوا التنقل بواسطه سيارات الاجره باعتبار ان اغلبها لا يشتغل بالعداد. في صورة إيجابية، سجل قطاع الباكورات الجيوحرارية بمعتمدية الحمى من ولاية جابس سجل نموا ملحوظا في المساحة والإنتاج، نمو من شأنه أن يمكن من تصدير نسب مهمة باتجاه الأسواق الأوروبية والخليجية. بلغ موسم الباكورات الجيوحرارية مرحلة ذروة الإنتاج بمنطقة الخبيات من معتمدية الحمى التي تختص بهذا النشاط الفلاحي. توجد إحدى أهم الشركات العاملة في هذا القطاع والتي تضم مساحة مغطاة تفوق 40 هكتار. الهدف متاعنا هو نوصل لحوالي 6000 طرناطة تصدير إن شاء الله، على 8000 طرناطة إنتاج. تو حاليا تقريبا وصلنا تقريبا 60% من الهدف متاعنا. الموسم هذايا يعتبر به من ناحية نقول يعني ربما الأشوام على خطر قلة المنتوج اللي هو تشاف حتى في الموسم كما في السوق الداخلية كما في السوق الخارجية، من العوامل الطبيعية أثرت على كمية الإنتاج. الشيء اللي يخلي الأسوام محترمة رغم أنه الإنتاج أقل شوية من المواسم الفارطة بالمعدل الإنتاج. شركة نجحت في كسب رهان المنافسة بالعديد من الأسواق الخارجية وتخطط لمزيد تطوير مشروعها في قطاع يبقى حسب البعض واعدا. هذا من أهم القطاعات الموجودين في معتمدية الحامة من ولاية جابس وقاعد يتطور، والدليل هذا اللي الطاقة التشغيلية اللي موجودة في القطاع هذا في الجيوحرارية هو من أكثر القطاعات اللي قاعدة تخدم. عندنا مثلا عندنا موجودة في روسيا، موجودين عندنا في كندا، موجودين في الدول العربية، موجودين الكويت، هذا بخلاف الأسواق الموجودة الأخرى كما ألمانيا كما الأوتريش. قطاع الباكورات الجيوحرارية يعتبر من القطاعات المشغلة، وتطوير هذا النشاط الفلاحي سيساعد على الحد من البطالة بالحمى. ضمن تظاهرة أيام الموسيقى الإفريقية بسوسة، وقع الاحتفاء بالإيقاعات الإفريقية على ضفاف المرسى القنطوي، تظاهرة استقطبت الجمهور التونسي والأجنبي، وفي ذلك انفتاح للسياحة التونسية على السوق الإفريقية. على وقع الموسيقى الإفريقية أبحرت السفن السياحية الراسية بمرسى القنطاوي، وبدأت الحركية التجارية تدب هناك مع توافد الزوار التونسيين والأجانب. هذا المهرجان فرصة للتعريف بالثقافة الإفريقية ويساعدنا أيضا على الاندماج في نسق الحياة بتونس. مناسبة رائعة للتعريف بمختلف الثقافات الإفريقية، والأجواء جد رائعة. التعريف بالثقافة الإفريقية لدى الجزائر الأجنبي، أيضا تشريك الأفارقة في الحياة الثقافية في تونس وخاصة في المنشآت السياحية، لهذا من شأنه أن يجعل مرسى قنطاوي محطة تنشيطية قادرة على استقطاب السائح التونسي أو حتى السائح الأجنبي. أجواء ترفيهية تنشيطية امتزجت فيها الموسيقى الإفريقية بالأغاني التونسية التراثية أمتعت الحاضرين. والله يعطيهم الصحة اللي حفلونا الجو هنايا، وان بلوس حاجة جديدة ما نعرفوهاش، نكتشفوا كل مرة هكايا نوع بيان سو غي نوع نتاع موسيقى جديدة، نفتحوا بها على ثقافة جديدة. تحس بالجو، الناس تحس بالأمان، في برشا جو يحس بالأمان، حتى السائح يعرف تونس بس. باش تحرك السياحة وباش نوريه للعالم وين كونه تونس لاباس، وإن شاء الله ما يأثر فينا حتى شيء. أيام الموسيقى الإفريقية بمرسى القنطاوي هي إشارة لانفتاح السياحة التونسية على السوق الإفريقية من جهة، والأسواق الغربية التقليدية من جهة أخرى.
بعروض موسيقية وشعرية متنوعة اختتمت بالجسريين فعاليات الدورة الأولى لمهرجان الشباب والذي نظمته جمعية البعد السابع للثقافة والفنون، تظاهرة ثقافية نالت إعجاب المواهب المشاركة والمتعطشة للفعل الثقافي. أربعة ليال من الموسيقى التي اختلفت إيقاعاتها عليها رقص غنى شباب الجسرين الذي واكب فعاليات مهرجان الشباب، مهرجان اختتم دورته الأولى بعروض موسيقية شعرية مسرحية بمشاركة مواهب عن ولاية الجسرين. رينا الفولونتي متاع شباب الجسرين، رينا الحماس اللي والرغبة الكبيرة اللي خلتنا نحن نواصل وخلتنا نحاول أن نمد في المهرجان. عجبتنا التظاهرة هذه ونحب نشكر كل من قام بالفستيفال وماذا بينا كان يتعاود لنا. هو مهرجان يدعو كل شاب من ولاية القصرين باش يخرج الشحنة الإيجابية والطاقة الموجودة فيه في هالتظاهر في هالحفلات هذه وفنانين كبار. نحب برشة ثقافة في خاصة في المنطقة هذه، نعرفوا خصوصية المنطقة هذه، نعرفوا مدى معناتها قربها من المناطق المخترة، دونك نحبوا هالشباب هذوما نحصنوهم بالثقافة خاطر عندهم برشة طاقات. أنماط موسيقية مختلفة على وقعها عاش شباب الجهة، شباب متعطش إلى الفن إلى تغيير نمط حياته. مهرجان معناتها أعطى صورة طيبة جدا، كونه شباب متحضر، شباب واعي، شباب يفهم في الموسيقى وشباب يعيش الموسيقى ويعمل جو مع الموسيقى. ندعو كل شباب القاسمين وكل شباب الجمهورية التونسية الكل تكون مسندة للثقافة، تكون هكا عندها أموحة كما عندهاش حتى هواية تكون تجي تتفرج. حضور كان متميز للشباب وكان فرصة معناها للتعبير عن طاقاتهم في السهرات الأربعة. دورة أولى نجحت في استقطاب المئات من شباب القصرين، ودورات لاحقة قد تقدم الكثير إلى جهة تبحث عن ثورة ثقافية شاملة. إذن ثقافة آخر محطاتنا الإخبارية لليوم مشاهدينا، ونذكركم بأبرز ما ورد في النشرة من عناوين. بكالوريا التربية البدنية تنطلق وسط أجواء استعراضية، وفي باجة احتجاجات ضد وزير التربية. الفلاحة الجوحرارية بجابس طاقة إنتاجية وتصديرية كبرى قابلة للتصدير لاستيعاب مزيد من اليد العاملة. اختتام مهرجان الشباب الجسريين الفن والفعل الثقافي في مواجهة الإرهاب والتطرف. ونذكركم مشاهدينا أنه بإمكانكم متابعة مختلف نشراتنا الإخبارية على بوابة التلفزة التونسية تونيزيا تيفي نقطة ان. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.